بالاشتراك مع وزارة الخارجية ومختلف المؤسسات والهياكل المعنية بمجالات التصدير والاستثمار في الخارج، نظمت منظمة كونكت الدولية ندوة صحفية، ندوة وطنية. المشاركون بحثوا واقع وآفاق الدبلوماسية الاقتصادية التونسية للنهوض بالاقتصاد الوطني. عديدة هي الإشكالات التي تواجهها الدبلوماسية الاقتصادية والتي تحول دون دفع الاستثمارات وتنمية الاقتصاد الوطني، منها ما يتعلق بصعوبات في التنقل وفي الحصول على التأشيرة خاصة باتجاه إفريقيا، وأخرى ذات العلاقة بضعف الإمكانيات المخصصة للهياكل الدبلوماسية خارج حدود الوطن. الدبلوماسية هي في خدمة البلاد، في خدمة البلاد مهما كانت الصيغة، يلزمنا نتولهوا بها، يلزمنا نعطيوها الهياكل متاعها، يلزمنا نعطيوا لها الإمكانيات باش تخدم. إمكانيات محدودة جدا، لكن نلقاو أنه وزارة الخارجية، وزارة السيادة في تونس والبيدجي متاعها أقل سفارة، أقل بيدجي في الدولة، وهذا ما يعطيش إمكانيات للممثليات الدبلوماسية باش تقوم معناها بالعمل كما ينبغي، الإحاطة بالمستثمرين ورجال الأعمال. ولدفع الاستثمارات دعا متدخلون في القطاع السلطات المعنية إلى ضرورة فتح آفاق أمام المؤسسات الصغرى والمتوسطة لمساعدتها على التموقع خارج حدود الوطن. نحبوا معناتها الدبلوماسيين في الخارج يكونوا يأطروا أكثر فأكثر المؤسسات اللي تتواجد في الخارج، اللي تحب تصدر واللي تحب تتموقع في الخارج، خاصة في الأسواق الواعدة كما إفريقيا. نعرفوا اللي السياحة الاستشفائية واعدة، السياحة بصفة عامة، قطاع الصحة، قطاع التعليم العالي، فلازمنا نروجوا معناتها صورة على تونس باش تكون جذابة بالنسبة للمستثمرين الأجانب وبالنسبة للمؤسسات اللي تحب تصدر الخدمات وإلا المنتوجات. الفائدة نعطيه كل أسباب النجاح للشركات التونسية وخاصة الصغيرة والمتوسطة اللي هي ما عندهاش إمكانيات باش تسافر في كل البلاد وفي كل قارة من غير نتائج. يلزمنا نحلوا لها آفاق. دابور المشاكل في تونس نتاع إدارة، نتاع ترونسبور، نتاع بورت، هذم الكل يلزمنا نحاولوا باش نعاونوها أكثر ما يمكن، نعطيوها امتيازات جبائية. مقترحات من شأنها تطوير الدبلوماسية الاقتصادية يأمل المتدخلون في تطبيقها من قبل وزارة الإشراف واعتماد خطوطها العريضة ضمن استراتيجية وطنية. وهذا جاء في وقت طيب الحقيقة في الفترة هذه، لأن وزارة الشؤون الخارجية شرعت في وضع استراتيجية متكاملة للتحرك في المجال هذا. اليوم الوضعين كل الشبكة الدبلوماسية التونسية في الخارج على ذمة المؤسسة التونسية، على ذمة المنتوج التونسي اللي في آخر المطاف ما هو الكل ينصب إلا في منفعة أو في مصلحة تنمية الاقتصاد التونسي. ومن المنتظر أن تقع بلورة خطة عمل بمشاركة جميع الأطراف المعنية لتنشيط الدبلوماسية الاقتصادية التونسية وفق مقتضيات المرحلة ومتطلبات الاقتصادية.